بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل النهاردة دروس سي بلس بلس. المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن الإيف والإلس، بس اتكلمنا عليهم في نطاق ان هو شرط واحد. طب نفرض ان احنا عايزين نعمل برنامج لدرجات طلبة يطلع لي التقديرات A و B و C. طيب هنبدأ نفكر في البرنامج كده الأول قبل ما نبدأ نشتغل عليه. هنطلب الـ grade from user، وهبدأ بعد كده هعمل تشيك على الجريد. طبعا انا علشان اسهل على نفسي هعمل مالتي لاين للكونديشن للكومنتس، عشان بس ما افضلش كل شويه احط كود او احط سلاشز. طيب وهقول له هنا عندي الجريد ديت لو كانت اعلى من 90 اليوزر هيبقى جايب A. بعد كده الجريد دي لو اكبر من 80 هيبقى اليوزر دوت جايب B. لو الجريد ديت اكبر من 70 هيبقى الراجل دوت جايب C. لو الجريد دي اكبر من 60 هيبقى الراجل ده جايب دي. غير كده لو الجريد بقى اقل من 60 الراجل دوت هيبقى سقط، هيبقى جايب فيل. تمام. طبعا الكونديشنز بقت كتير شوية علينا، بس هتوضح لنا الدنيا اكتر، وان في استخدام اسهل في الاف يعمل لنا الموضوع ده. طبعا بعد كده هقول له هطبع له الجريد او برنت الجريد. ماشي. طيب دلوقتي انا هطلب من اليوزر ان هو يدخل لي الجريد بتاعتي، فهقول له مثلا فلوت ديجري مثلا، بلاش جريد علشان نستخدم جريد في الحاجه الثانيه، وهقول له سي ان للديجري بتاعتي، دخل لي يا سيدي الدرجه. هحتاج اقول له بقى اف الديجري دي اكبر من 90، هقول له سي اوت مين، سي اوت ايه، ان الراجل دوت جايب ايه، وادي اند لاين، وهاخد كوبي للكلام دوت كده وهحطه للتمانين. طب انا ليه ما حطيتش إلس؟ لان إلس كانت هتطلع لي العكس، بس يعني اي حد جايب اقل من 90 هتديني درجة تانية. تمام. بس افرضوا ان انا جيت هنا بدل ما اقول له اف بس كده رحت قايل له إلس اف، هل هيفهمها؟ هو هيفهمها. هي هنا احنا بقينا عاملين مالتي واي اف كونديشنز. يعني ايه؟ حاجة ليها كذا كونديشن. انا قلت له اول مرة لو الدرجة اكبر من 90 اعمل كذا، طب لو مش اكبر اعمل لي تشيك تاني شوفها اكبر من 80 ولا لا. طيب ايه اللي هستفاده ان انا حطيت الالس؟ انا لو ما كنتش حاطه الالس هنا، يعني لو شلت الالس دلوقتي وعملت تشغيل وقلت ان اليوزر بتاعي جايب 95 طلع له A و B. ليه؟ لان الدرجه هنا اكبر من 80، هي 95 هي اكبر من 80. ان لما اجي اقول له الالس في الحاله دي هو مش هيبدا يخش على الشرط ده الا في حالة ان الشرط الاولاني ما تنفذش. طب هيجي لي واحد تاني ويروح سألني قايل لي طب ما انا ممكن اشيل الالس دي، واجي هنا اقول له يا سيدي اف الجريد بتاعتك اقل من 90 وفي نفس الوقت اكبر من 80، او الديجري سوري احنا كتبنا هنا غلط، هقول له ماشي هتشتغل معاك، هتشتغل مفيش فيها مشكلة هتشتغل. طب وما انا استفدت ايه من الالس؟ ما دي هتشتغل ودي هتشتغل، يعني ايه الافاده اللي وصلتني؟ الافاده اللي وصلتني ان انا البرنامج بتاعي لما يبقى فيه شروط كتير جدا هبقى وفرت على الكومبايلر وقت. ايه ده وفرت وقت ازاي؟ وفرته بمنتهى البساطه ان انا هنا لما اقول له ايف وايف تانيه هيبص على كل شرط فيهم، لازم يراجع شرط شرط. انما لو جيت كده زي ما احنا عملنا من شويه وحطينا الس ايف، هو مش هيبص على الشرط ده غير في حالة واحدة
ان الدرجة مش اكبر من 90. طب لو اكبر من 90 هيعتبر ان الجزء ده اصلا مش موجود، مش هيبصله، مش هيشغله، كأنه مش موجود اصلا عنده. تمام. طيب بعديها هقول له إلس إيه يا سيدي الديجري ديت اكبر من 70، اعمل لي سي اوت للسي، وادي إلس إف الديجري بتاعتي اكبر من 60 سي اوت الدي. غير كده بقى خالص مفيش ولا واحدة منهم اتنفذت، سي اوت من الراجل دوت سقط. نجرب كده نعمل تيست على البرنامج بتاعنا، هدخل ان الراجل ده جاب 50 طلع له اف على طول، نجرب ان الراجل ده جاب 75 طلع له سي، نجرب انه جاب 80 طلع له سي. ليه 80 طلعت بسي؟ لان احنا عندنا هنا مشكلة، الدرجة لو 80 المفروض تبقى بي، بس انا جيت هنا قايل له اكبر من، بس يعني اليساوي بتاع 80 مش معايا اصلا، واقول له اكبر من او يساوي، اكبر من او يساوي، اكبر من او يساوي، وهنا اكبر من او يساوي. دلوقتي لما نيجي نشغل الطالب دوت جاب 60 يبقى نجح. في الاول قبل ما احط اليساوي لو كان جاب 60 كان هيطلع لي فيل. تمام. اتمنى اكون افدتكم في الدرس ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.